أنا وزوجتي كإعاقة بصرية لا نستطيع أن نوفر ما يحتاجوه أولادنا من للشتاء من غطاء وفرشات، إذ أن توزع الفرشات على جميع من يوجد بالإيواء، يعني ممكن الواحد يأخذ 4 و3 و5، وقسما بالله إحنا ما أخذنا ولا واحدة. بالنسبة للشتاء والله العظيم أنا بنام في الممر، تنزل علينا المي، أولادنا بردانين، يعني عن جد الوضع لا يطاق ولا يحتمل. طبعا نحن في هذا المكان لا يوجد لنا حقا، والحق ضايع كثير كثير كثير. أحيانا بيضلوا أولادنا من الصباح حتى المساء بدون طعام، ويعتصروا ألما ونحن نعتصر دموعا ودما عليهم من قلة عدم توفير ما يحتاجونه من طعام وغذاء. فكلنا أمل في الله، ثم في من يشاهد هذا المقطع أن يقف بجانبنا، لأن إنما المؤمنون إخوة.